مساء الخير متابعينا في كل مكان، معكم إيريني صفوت صحفية الجريدة. احنا الآن داخل منزل الطفل يوسف البالغ من العمر 14 عام في الصف الثاني الإعدادي. احنا معانا والدته وخاله هيكشفوا لنا كواليس الجريمة البشعة، ضحية القتل على يد زوج عمته وابن عمته. معانا والدته وخاله هيكشفوا لنا كواليس الواقعة. اتفضلي. قولي لي يوسف عنده كم سنة؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ يوسف عنده 14 سنة. طلع يشتغل. هو عنده التوك توك ده بتاعكم يعني؟ بتاعنا ايوه. طلع يشتغل عليه عشان على مهلك. تعبان شوية وكنت بكشف له. بتعمل له شت اشعاعات وكده. قال لي ماما انا هطلع اشتغل، كان صايم. قال لي ماما هطلع اشتغل عشان اروح يوم الحد المستشفى. يوم ايه الكلام ده؟ كان يوم السبت. طلع ما طلعش الساعة 7، كل يوم بيطلع ما طلعش الساعة 7. قال لي انام شوية واطلع الساعة 10 11 كده. نام وطلع الساعة 9. بس طلع الاكل وعيش الساعة 9 الصبح. يوم السبت. بس جيت السبت الساعة 11. هو متعود دايما يطلع بالتوك توك؟ هو بقاله 3 أسابيع بس طلع بيطلع بالتوك توك. التوك توك ده بتاعه ولا بتاع والده؟ بتاع بابا. هو شغال بره، هو قال اطلع ساعتين يجيب مصاريف بيته. بيساعد معاك. بيساعد في المعيشه معاك. تمام. وعنده كم سنه؟ عنده 13 سنه، لسه نجح في تاني اعدادي السنه. داخل سنه ثالثه اعدادي. عرفتوا الجريمه ازاي؟ يعني عرفتوا اتقتل على ايد مين؟ احنا ما نعرفش، احنا كنا عاملين لف عليه. احنا قعدنا من يوم السبت الساعة 12 الدور، وابوه بيدور عليه، عمالين نلف عليه وندور عليه، جه يوم الحد برضه بندور عليه. بس عرفتوا مين اللي قتله؟ ايوه عرفنا مين اللي قتله. مين؟ شريف جوز عمته وابن عمته. شريف جوز عمته وكريم ابن عمته. هو واحد اسمه علي ربي شريف ده قريب جوز. ايه اللي حصل؟ يعني قعدتوا تدوروا؟ انت بتقولي قعدتوا تدوروا من يوم السبت لغايه يوم الحد تاني يوم. تاني يوم يوم الحد. دورتوا ازاي؟ احكي لي دورتوا ازاي. جالهم تليفون انه هو قاعد على قاعد عند اولاد رجب بيعيط. راحوا ابوه وفلان راحوا جيلوا على النت ودور عليه، معرفش. بس راح قالوا طلع مش هو، بس قالوا ده مش هو، مش عارف. رجعوا تاني عدوا عمال يدوروا، رحنا ندور ونجي عليه. يوسف ده والله العظيم ماله في حاجة، والله ماله في حاجة، ولا له عدوا حد. ده بيصلي وبيصوم بتاع ربنا، وبيطلع من أوائل المدرسة، يعني ولا وحش ولا بايظ ولا في حاجة وحشة. وولاده ينزل الجامع يصلي في الجامع، وبيزكي اللي في ايده، والله بيزكي، بيطلع اللي في ايده ويطلعه بره، ويدي الغلابه ويدي الدادات بتاع المدرسه اخر المدرسه. حاجه وحشه. جوز عمته عمل كده ليه؟ معرفش. انا نفسي اعرف عشان ايه؟ معرفش. تمع في توك توك، تمع مش فاهمه، انا معرفش اللي عمل في ابني كده. هل هو متعود يسرق تكاتك جوز عمته ده مثلا؟ هو حرام، كان ممسوك بتكاتك قبل كده. كملي. مش متخيل ان يعمل في ابني كده، او يعمل فينا احنا كده. ليه؟ والله العظيم ما تخيلتيش. هو كان بيدور معاكم مثلا؟ كان بيدور. هو وكريم دوت، شريف وكريم كانوا بيدوروا معايا في كل حته، ويلف مع خلانه ويدور معاهم هنا ويدور معاهم هنا. بس قولوا بيدور في المكان. ما توقعتوش اللي حصل؟ ما توقعناش لما شفنا الفيديوهات. فيديوهات كاميرا المراقبه تقصدي؟ ايه اللي حصل يعني؟ قولي لي ايه اللي شفتيه في كاميرا المراقبه. بس هم كانوا عارفين على فكره، عمته كانوا عارفين. هم كانوا عمال يوددوا بعضهم ويقولوا يا ريت
يا ريت ما يكونش ده اللي في بالنا اللي حصل، يا ريت اللي يكونش اللي في بالنا اللي حصل. معنى كده ان هم كانوا عارفين، ان معنى كده ان هم كانوا عارفين ان ابني ضاع، كلهم يقعدوا قاعدين مع بعضهم وتودودوا، معنى كده ان هم كانوا عارفين ان ابني ضاع، كانوا مخبيين، كنا عارفين كمان مين اللي خد الدواء. كل ده علشان ياخدوا التوك توك بتاعه. يا ريت كان خد التوك توك وساب لي ابني، يا ريت كان خد التوك توك وكان شبه دي لابني، يا ريت كان التوك توك في داهية، بس ابني مكان. ليه التوك توك فين؟ ده التوك توك تحت بيت علي دو. ده المتهم التالت. المتهم التالت. ده يقرب ايه لشريف؟ يقرب لشريف اللي هو جوز اخته. طيب عمته ما كنتيش حاسه منها باي حاجه؟ لا كانوا عايزين اثناء ما انتوا بتدوروا كانوا عايزين معايا، هما الرجاله كانت تطلع تدور وتعمل، هما كانوا عايزين معايا ويفضلوا بس يتوددوا مع بعضهم، يزعقوا لي انا، يشتموني انا، يتخانقوا معايا انا. ليه؟ ما اعرفش، اكيد انا اللي عملت في ابني كده، وانا ما اعرفش عن ابني حاجه. يتوهوا بقى كل اللي حواليه ويفضلوا يتودوا ويخانقوا معايا ويشتموني وكلام والفاظ، وانا ماليش في حاجه، انا كل الوجعني اني مش لاقيه ابني. كاميرات المراقبه جابت ايه؟ جابت مين ركب معاه او كده؟ اشرحي لي كاميرات المراقبه جابت ايه. جابت جزء علي دوق راح وداه ورجع، وجابت كريم ووداه على المرضيه، وجابت شريف وهو بيلف من الناحيه التانية وركب مع كريم توك توك، ده اللي جابته من كاميرات المراقبه. انتوا لقيتوا يوسف فين؟ يعني انتوا لقيتوه امتى بالظبط؟ بعد كام يوم تدوير؟ تاني يوم الساعة 10:30 11 بالليل. يعني قعدتوا يومين تدوروا تقريبا؟ يومين تدوروا. ما خلناش حتة ما دورناش فيها. لقيتوه فين؟ لقيناه على المرتية. الرشاح اللي بيني ده. دخلت الحرمين. رشاح. كان يعني وضعه ازاي؟ معلش. هتعبك تقولي لي وضعه كان ازاي يعني؟ طيب خلينا خاله هو يقول لنا برضو كان الوضع ازاي. الوضع من الاول ولا الوضع اللي احنا لا لقيتوه ازاي الاول؟ لقيتوه باني وضع؟ احنا بعد الكاميرات اللي هي بتاعت الجزاوي اللي هي على عثمان اللي هي بدخلت اللي هي على اول الحرمين، رجعنا الكاميرات هو ما عداش الحرمين، دعبسنا دخلنا الحرمين سألنا على الكاميرات وبتاع والكلام ده ورجعنا. جينا اما كده اتكلمت مع الناس هناك اللي هو انا سايبها اللي هو خبوزها والكلام ده كله والحريم. بنتكلم بقول لهم ايه؟ بقول لهم طب دلوقتي ده لابس قميص مشجر اللي كان راكب مع يوسف. مين ده بقى؟ كان مين؟ في واحد لابس قميص مشجر اقول لك عليه. طبعا رد قال له ايه؟ قال لك اللي لابس قميص مشجر هو نفس يبقى اللي اتبنى هو اللي صح. اللي هو مين؟ اقول لك اللي اتبنى اللي هو صح. ايه هو اللي اتبالكم؟ يبقى شريف. ده اللي هو جوز عمته. جوز عمته. ورحنا لشريف البيت. ماشي؟ المهم اول مره شريف بنتكلم مع وشه اصفر والكلام ده كله ومش عايز ينطق. بان عليه قلق او حاجه؟ قلق. وشه اصفر وبان عليه قلق. طبعا قاعدين بنتكلم معاه وكده فكل شويه مراته تاخده الاوضه واخت مراته تاخده الاوضه يتوشوشوا معاه. ولا حد عايز يدلنا بحاجة. طبعا في واحد اسمه كارم. اسمه كارم؟ كارم ابو مصطفى جوز. اسمه كارم. امال اسمه ايه؟ كامل. كامل. كامل عجاب اتصل بتليفون بينا. قال لك انا ايه لقيت الواد في على الرشاح في الحرمين. ما اعرفش مين اللي قال له بقى هو. نزلنا جري رحنا على الرشاح. ده بعد اول مرة حد قال لكم ده ناحية المقلة مثلا. دي كده تاني مرة. تاني مرة. جرينا ونزلنا من البيت وجرينا والكلام ده والواد خدناه معانا برضو اللي اسمه مصطفى ده. اسمه مصطفى صح؟ شريف. شريف ده خدناه معانا بسكته. اللي هو جوز عمته اللي هو المتهم اصلا. اللي هو المتهم. بنبص رحنا هناك جري والكلام ده كله لقينا الواد ده مرمي في الترعة على وشه على الحرف كده وايه وما جيناش جنبيه لحد ما الحكومة جت. ماشي؟ طبعا كان متوفي طبعا. ايه؟ كان متوفي. رجليه مربوطة. ومرمى مربوط بايه؟ مربوط بحبل. حبل رفيع كده وفي رجليه زي ايه؟ زي طوبه من تحت. مربوط ايده ورجله؟ لا رجله بس. وايده؟ وايده لا ووشه منفخ.
ولسانه كان طالع لبره وعينيه منفخه والكلام ده كله. المهم فضلنا واقفين، المباحث جت، المباحث طلبت مننا هنطلعه. طلعناه بره، حتى اللي هو الواد المتهم اتعرف على الامين الشرطي. امين الشرطي ضربه قال له ما تخرجش عنا. ليه؟ السبب؟ عشان هو هربان من مراقبه عندهم من 10 سنين. بتاعت ايه؟ حكم ايه؟ سرقه برضه. سرقه تكاتك برضه؟ سرقه تكاتك انا هو ومراته. ماشي؟ والواد اللي هو الكريم ده، كريم هرب منه. كريم مين؟ اللي هو ابن ابن عمته. ابن عمته. اه هم جابوه يعني هرب منهم اثناء ما انتوا اثناء ما انتوا لقيتوا يوسف. لقينا يوسف. يعني هو جه معاكم عند الرشاه. جه وبعد كده مشي. اتفق. راحوا مكلبشين ايه اللي هو المتهم التاني. جه بعد كده لقوا التوك توك مع البحث، لقوا التوك توك فين؟ في المكان اللي احنا اتكلمنا في الوقت ده اللي هو تمور. مع المتهم التالت. عند بيته. عند بيته. طيب ممكن توصف لي حالة يوسف اول ما انتوا لقيتوه كان وضعه ازاي بالظبط؟ انت بتقول انك انت طلعته. انا طلعناه من الميه. كان وضعه ازاي؟ وضعه طلعناه من الميه كان على وشه. سحبناه وطلعناه بره. هو كان على وشه ولا؟ لا كان على وشه. على وشه. طلعناه من الميه، وشه منفخ وعينيه ورمه الاثنين، ولسانه طالع بره، وفي حز في رقبته كده تحت السلسله اللي لابسها اللي هو العقد اللي هو السبحه ده، ورجليه اللي مربوطه بالحبل. بتقول كان مربوط بحجر برضو. بطوبه في رجليه من تحت. بطوبه. وزي ما تقولي كان بيترمي، الله اعلم بقى، كانوا عايزين يغرقوه، نزل على الحرف سابوه. شدناه وطلعناه بره، انما اللي هي منفوخ وبس، يعني بقى مورم من الضرب ما تعرفيش، ولسانه طالع بره، والحبل اللي في رجليه ولا في رجليه. جه البحث بقى راح راكبنا على جنبه وشاف شغل. وخدوا اللي هو خدوا العيال بقى. توقعتوا ان زوج عمته وابن عمته هم يعملوا كده؟ ما توقعناش كده في الاول. بس لما عرفنا شغل القميص، طبعا عمته قالت كلمتين، قالت لا اشوف القمصان عشان جوزي عندي ثلاث قمصان، لو طلع هو اقول هو. شافت القمصان وشافت الفيديو هنا وشافت الفيديو هنا بتاع الكاميرا دي والكاميرا دي، قالت لك هو جوزي. احترفت عليه. ما قالش حاجة شريف قدامكم أول ما بدأت الجريمة تتكشف؟ هو ما بدأت تفتكر يعني قال حاجة مثلا؟ أول ما بدأت الجريمة تتكشف هو اختفى. ما ظهرش تاني. ما ظهرش بقى لما قصدك أثناء ما أنتوا بتدوروا. ما ظهرش، ما شفتوش إلا مرة أو اتنين. أنا كنا بندعبس مثلا نشوف رمانته والحتت ديت، وهو كان بيجي يقول لك أنا نزلت التطبيق وجيت، بدعبس في التطبيق. طبعا هو كان شكله اصلا كده لما جه معاكم عند الرشاح، لما قالوا ان هو اتوجد يوسف جه معاكم، انتوا اللي خدتوه؟ احنا اللي خدناه. انتوا اللي خدتوه؟ خدناه. كنتوا شاكين فيه؟ كنا شاكين فيه. ايه سبب الشك؟ الشك القميص اللي هو القميص اللي كان لابسه، واللي اعترف عليه مراته وابن مراته. ازاي؟ ابن مراته قال لك هو حرضني ان انا اطلع اجيب معاه توك. وجات مراته لما شافت القمصان قالت هو جوزي. طبعا هو ده قبل ما تاخدوه للرشاح، قبل ما ناخده او قبل ما تجي لكم المكالمه. قبل ما تجي المكالمه على طول. طبعا بنتكلم معاه، وشه قلب الوانه، وفي نفس الوقت مش بيدافع عن نفسه كده ولا بتاع. ماشي. طبعا كنا لسه بنجرجره في الكلام. كان ممكن كان هيقر لما التليفون ده جاني. جرينا كلنا جري على التليفون. ابن عندي ابن عمي راح واخده في ايده وهو نازل، ما رضيش يسيبه، خدوا في ايده لحد هناك وفضلنا ماسكينه لحد ما الحكومه جت. لما بدا يوسف يطلع وكده قال حاجه بان عليه علامات قلق؟ هو لغايه دلوقتي ما اتثبتش عليه الجريمه كانت. يقول لك رجعوا الكاميرات. رجعوا الكاميرات لحد ما هو المباحث خدته، قال له احنا هنخليك تحترف. المباحث خدته واحترف. تعرفش قال ايه؟ مش عارف. دي بقى المباحث دي احترف على نفسه وعلى الواد اللي هو ابن مراته وعلى نسيبه اللي هو ابن عمته برضه. ابن عمة يوسف. احترفوا الثلاثة على بعض. توقعت حاجة زي كده تحصل؟ أنا متوقعتش إن واحد توقعت عشان خاطر توك توك أو حاجة؟ أنا قلت يمكن مثلا في حاجة بينهم. طلع ما فيش اي حاجه بينهم، وابو يوسف قال لك لا ده ما فيش حاجه بينه وبين اخواتي ولا في اي شيء كان. هي كانت طلعت سرقه وكان طالعين الله اعلم متكممين ولا ايه، طبعا عشان يوسف اتعرف عليهم
راحوا موتيني. ما تستنيش حاجه غير كده. طب مخلصين على نور اهو. طب خدوا التوك توك وسيبوه. ليه تحصروا قلب امه وليه تحصروا انا معاه؟ خدوا التوك توك وسيبوه، ليه ما مكتوب بهدلوا البهدله؟ لما اكون عايز زي كده مثلا عنده 13 سنه ليه مثلا وبيصلي وبيصوم وما بيسيبش فرضه والله ما بيسيب فرضه وعماته وعماته كان بيقعدوا يتوددوا مع بعض يقول لك يا رب كل الواد ما كانش مات اللي اتبنى ما كانش حصل يعني انت كان بيكون ايه انتوا عارفين كل حاجه هل المتهم شريف ده متهم في قضايا قبل كده مثلا؟ هو بيقول لك متهم في قضيه سرقه ربما من 10 سنين 10 سنين مراقبه في اسم ابو الناس حتى امين الشرطه لما شافه اتعرف عليه وراح مبلغ بيه ان فلان الفلاني اللي معانا هو اللي متهم في القضيه. طب كريم ابن عمته ده كان متهم في حاجه ولا هو بس بيساعده في السرقه؟ هو بيساعده في السرقه. بيساعده في السرقه. يعني دي مش اول قضيه تعمل. وهو الواد اللي اعترف عليه كمان. قال ان هو اللي حرضني. هم اعترفوا على بعض. هي بصي هي ام كريم ديت لما لقت ابنها هيتضر راح محترفه راح كله جنب بعضه ليه يا عمه يوسف راح كله جنب بعضه كريم والاثنين التانيين وكله طبعا بيكونوا عمال نلف في شرق وغرب عمال يقول لك ايه يبقى اللي ببالنا هو اللي صح طب ما انت اللي ببالكم هو اللي صح وانتوا عارفين متاكدين اللي خلانا نلف ليه بس نلف ليه طب انتوا متاكدين كانوا شاكين ان شريف ده هو ورا القصه شاكين ماشي طب شاكين واحنا طب بنلف وانتوا شاكين وعربيه بتلف في الميكروفون وعربيه بتاع واحنا مش اصلا ملوش عملت جهود كبيره عملنا جهود كبيره يعني من بقول لك من الساعه 11 الصبح لحد تاني يوم بالليل مفيش حد بينام في الشوارع عليهم نار اخواتي كده اخر بقى مزينا ومشينا للكاميرات اللي هي بتاعت القاعات اللي على المرضيه لحد شبرمان مكتوب ما عداش ماشي دخلنا بتاع ده النازله كاميرات توك ما عداش يعني دخلنا اماكن كتير توك ما عداش عليها اخيرا الحرانية دي تبع ايه؟ الحرانية تبع شبرا تبع شبرمان تبع ابو النمرس يعني تبع ابو النمرس برضه دي اخر مكان اتوجد فيه يوسف لما جبت تليفون رحنا رايحين لاخر مكان ده والتليفون ده جه الساعة 10:30 بالليل لما قال لكم ده احنا لقيناه على الرشاح ده واحد واحد ده مين اللي بلغك؟ جوز خالته اللي جاي جوز عمته اللي جه اتصل قال لك الواد لقيناه في الحته الفرنيه انا ما اعرفش مين اللي قال ما سالتوش حافظ عليه الحكومه يومين طلع النهارده مش عارف ايه ان هو بيتعرفوا عليه مين اللي قال لك عرفته طب مين اللي قال له؟ ما عرفناش بيقول لك بضرب الصدفه حد في طوب كده فالباب ده بالصدفه طب ازاي هو عارف. كان مطفي على الميه يوسف ولا كان غرق؟ مطفي على وشه على الميه كده على الحرف الميه جرف عالي حته عاليه وهو تحت ملايين على وشه. يعني الحجر اللي كانوا حاطينه او الطوب اللي كانوا حاطينه في رجله كان مغطس رجليه بس. رجليه بس وهو نام على الايه على هم اكيد كانوا قصدهم ان هم يغرقوه وتتخف الجريمه خالص. بس طبعا لما اترمى نزل على جرف عالي شويه رجليه غطس جوه على الجرف. غلست بالطوبه. مش ربنا عالم بامه ان هو تلاقيه. قلبكم كان عامل ازاي وانتوا بتدوروا من يوم السبت لغايه يوم الاحد؟ كان كلنا تعبانين. قلبنا بيتقطع. احنا بنجري بنروح شرق وبنروح غرب مش عارفين هو فين. شريف ده كان دور معاكم المتهم هو دور معاكم؟ كان بيجي ويختفي. يعني يجي مرتين. مرتين يجي مثلا قال لك انا نسيت الطلبيه، طب انا مالنا من الطلبيه؟ جه مره ويجي يقف عادي كده وبتاع يعني مش شكل واحد ان هو جه مره يوم الاحد كانش باين عليه حاجه؟ مش باين عليه حاجه. يجي يعرف اخباركم يعني يجي مره ويختفي طب وكريم ابن عمته عمل ايه؟ يجي يظهر برضه ويختفي يقول بس انا رايح ادور بس انا رايح ادور كريم يقول لي رايح ادور يعني ما تخيل انا رايح ادور على يوسف قول يا كريم دور لي على يوسف يا ولد دور ما كانش باين عليه حاجه كريم؟ ما كانش باين عليه اي حاجه كريم مش باين عليه اي حاجه خالص يوسف يا ملخان بس يوسف عشان ادور على يوسف طلب منك الصورة طلب مني الصورة يا يوسف قال عشان اوريها لبتوع التكاتك والعربية وهو اصلا متهم في الجريمة وهو اصلا سبب المصيبة والجريمة هو اصلا سبب المصيبة وقال هات الصورة ليوسف يا مرتين ادور عليه
اخر مره كلمت يوسف كان امتى؟ اخر مره ده يوم ايه؟ قبل ما يختفي. هو طلع الصبح الساعه 9 الساعه 11 وربع طلع الصبح الساعه 9 الساعه 11 وربع رنيت عليه قال لي يا امي انا جاي ساعه كده وانا جاي ده 11 الصبح ربع ساعه كمان قلت لابويا ويا رن على يوسف تاني رن عليه لقى التليفون مقفول كان لسه الدور ما اذنش يعني كانت حوالي قال لي 12 الا حاجه رن عليه التليفون اتقفل التليفون اللي انا مقفول بقول لك رن عليه بقول له يا دوبك ربع ساعه لان التليفون اتقفل اخر حاجه قال لك انا جاي مثلا مشوار وجاي قال لي انا هنا يا امي ايه على عثمان قدامي انا مش بعيد انا عثمان رايح عثمان قدامك وساعه واجي كان رايح يوصل حد يعني معرفش كان معاه كريم معرفش كان معاه حد هو ما قاليش انا معايا حد قال لي انا ساعة كده يا امي جايلك اجيب لك فطار وجاي بس واطمنتي بس لما غاب بدات تتصل بعدها بربع ساعة لقيت نفسي برن عليه قلت له يا وائل رن على ابنك رن عليه تاني لقيت التليفون اتقفل ساعتها بقى قلبنا نزلنا على طول شكرا اول ما لقينا التليفون اتقفل بدأت تتخض بدأت اول مره تحصل التليفون يتقفل ولا كانت عادي لا 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 ده انا لسه جايبه له جديد وحاطه له في خطين وجايبه له جديد وشحنه له بالليل يعني هو جايبه له ما كملش 20 يوم اصلا معاه التليفون حطه له في جيبه قلت له يا يوسف عشان اول ما رن عليك من تليفون اي حد او من ولا ابوك ولا اي حد يعني ترد عليا بسرعه بس لما لقيت عمره التليفون ما قفل في الوقت اللي الفتره اللي بنشتغل فيها التليفون ما اتقفلش قلت لك رنيت عليه وكلمته وقال لي ساعه واجيب لك الفطار وجاي ربع ساعه يا دوبك ربع ساعه برن عليه التليفون تاني اتقفل ايه اخر حاجه قالها لك قبل ما يخرج يعني كنت مثلا قاعده معاه كنتوا بتتكلموا في حاجه بالذات ان احنا على دخله عيد يعني لا ده حبيبي سري كل حاجه بيحكيها معايا وبيشتكي لي كل حاجه والتيشيرت اللي نزل بيه ده كان تيشيرت لي قلت له ما تلبسوش يا يوسف عشان مش هجيب لك على العيد مش معايا اجيب لك قال لي معلش يا بابا مش مهم تجيبيه انا هلبس التيشيرت ده كان فرحان قال لي بابا انا هلبسه الله توقعت ان زوج عمته يعمل كده بالذات ان هي كانت قاعده معاكي كانت قاعده معايا بتدور معايا وقعدت تحاسبن معايا كلهم قاعدين يتكلموا معايا فجاه لقيت الدنيا اتقلبت معرفش لما قعدوا يتوددوا مع بعض ويتكلموا يا ريت اللي في دماغنا ما حصلش وحطوا اللوم عليا بقى يلوموا عليا وخانقوا معايا انت بتشتغلي على التوك توك ليه انت مش عارفه ايه قلت له ابني قدامي بتشتغل على عثمان للكوبري العثمان قدامي وانا على طول بطلع لابني اقعد والناس كلها عارفه ان انا بطلع لابني على الشارع بره بس هو لما قال لي انا ساعه وجاي هجيب فطار معايا وفطار يبقى افطرك يا امي واجيب اكل معايا واشتفطري ما نزلتش قال لي انا ساعه بس وجاي ما نزلتلوش على طول بنزل له على الشارع بقعد قدامه يقول لي خليكي قاعده يا امي كده التليفون معاه وبرن عليه برضه على طول يعني احس معاه ما بسيبهوش ما بقعدش في بيتي واسيبه احكي لي عن يوسف انت بتقولي ان هو سرك عنده اخوات يوسف عنده اتنين عنده ادم عنده نصر ده اصغر منه ولا اكبر ادم ونصر الصغير يعني هو الكبير يوسف هو الكبير هو الكبير هو الكبير بتاعي احكي لي عنه يوسف كان سري شو قلتي لي ان هو كان ناجح في تانية اعدادي جاب مجموعة في سنة اولى اعدادي طلع من العشرة الاوائل في سنة تانية اعدادي جاب من العشرة الاوائل وميس فضلي فرحانة من فرحانة الميس بتاعته بقى تبعت له على الواتس تبعت له اغاني وصور وحاجات على الواتس لما نجح هو وهي واصحابه على الجروب بتاعه جاب 195.9 من عشرة في تانية اعدادي قول لي يا ماما انا قلت له يا حبيبي ان شاء الله المجموعة ده تخشه وتجيبه عشان تخش ثانوية عامة كان بيحلم يكون ايه؟ عايز سياحة في فنادق اقول له ادخلك ثانوية عامة يقول انا نفسي اخش سياحة في فنادق مش عايز اخش ثانوية عامة يا مولا انا بسمع عنها انها تقيلة انا هجيب مجموعة كبير زي كده عشان اخش سياحة في فنادق كان داخل تالتة اعدادي كان داخل تالتة اعدادي
كانش بيصاحب حد، كانش اصحاب زي العيال ولا بيمشي مع العيال صحاب، كان راجل مع نفسه من الجامع للبيت، كانش بيدخل حد. كان يصوم رمضان كله لو معين وعنده اللوز وكده، كان يصوم رمضان كله، كان يصوم الستة البيت كلهم، كان يصوم اتنين وخميس في رجب وشعبان، كانش بيسيب بره الجامع قدامي، كان يقعد يركن التوك توك الظهر، يجي يركن التوك وعمل محضره الفطار ويخش يصلي مع الشيخ، وانا قاعدة له جنب التوك توك لما بيطلع من الجامع ويصلي. كان بيزكي، تخيلي ان عيل عنده 13 14 سنة كان بيزكي، تخيلي ان كل ما يمشي لحد يقول يا ماما انا اديت اللي فين، يا ابني فين مصروفك؟ ما جاي جعان ليه؟ يقول لي يا ماما انا اديت اللي فين مصروفك، قابلت واحد كان غلبان واديته، طب اديته كام؟ خلاص يا امي انا اديته. ابتدى بتاع المدرسة اخر اخر العام في اخر يوم امتحانات حد حوش لي عشان يدي الدادة، قلت يا يوسف هو انت ما اكلتش ليه؟ قول يا ماما عشان اديت الدادة، الدادة كانت بتلم، الدادة كانت بتلم يا ماما وانا اديت الدادة، لو معاك 5 جنيه ولا 6 جنيه بكيس اندوم هياكل، ما هيش معاك خلاص. كان بيرضى بقليله، ما كانش طماع، ما كانش حقود على حد، كانت حنيتي الدنيا فيه. بابا وضعه ازاي بعد ما اكتشف ان جوز اخته هو اللي عمل حاجه زي كده وابن اخته كمان؟ توقع هو حاجه زي كده؟ قال لي ما تعيطيش انا حاسس. انت حاسس بايه؟ حاسس ان احنا منا فينا؟ بقول لي بس الاقي ابني، هو ده اللي قالوش. لما اكتشف بقى ان هو فعلا شفتهوش لحد وقت الناس ده ما شفتوش، مش قادر لحد ما اكتشف الموضوع ده، وانا ما شفتوش لحد دلوقتي، ولا جالي ولا سأل على عيالي ولا قال انت فين، ما شفتوش، مش قادر يوريكي وشه بعد القصة دي. أكيد. طب عمة الطفل شفتيها؟ محدش جالي ولا حد شفت حد، خدوا معايا هناك يوم قالوا لي جت الحكومة تعيي لما عرفوا ان ابني هو ابني اللي كان مرمي ده. شفتي؟ اخويا مرضيش. جالك الخبر ازاي؟ جالك الخبر ازاي؟ قالوا في عيل على مرتيه مرمي على بيني دوك، على بيني مرمي. حد من اخواتك هو اللي بلغك؟ لا انا سمعت ناس بتقول، اخويا اتصل عليا وقال لي يوسف كان لابس ايه؟ كان لابس ايه؟ كان لابس شورت جينز، التيشيرت بقول لك الابيض بتاع العيد دوك، طقم داخلي احمر لسه جايبه له برده على عيد برده، على عيد برده، على عيد الصغير ده، ولبس الطقم الداخلي الاحمر ولبس التيشيرت. واخويا اتصل عليا قال لي يعني انت عرفتي من اخواتك اول ما جالهم التليفون؟ قال ليش هو؟ قال لي يوسف كان لابس ايه؟ قلت له يوسف كان لابس تيشيرت ابيض بتاع العيد ولابس شورت ولابس طقم احمر من تحت. قال لي الطقم الداخلي بتاعه، قلت له الطقم الداخلي احمر اكسر واشوف. قلت له يا محمد ده اخويا ابني اللي مات ده، انت بتتكلم ان هو ابني بس هو ابني مات، هو اللي انت بتقول عليه ده هو ابني؟ قال لا لا ده مش ابني، ده ما فيش حد، ده واحد كبير ومش واحد كبير. عرفت ازاي بقى بعد كده؟ حاسس ان هو ابني، قلبي قال لي اللي هو ده ابنك المرمي ده هو ابني. كله مخبى عليا وكله بيتصلوا عليا، لا احنا خبينا عليه، مش ابنك ده واحد تاني. قلت له يا محمد والله العظيم ده ابني، احنا خبينا عليها، احنا خبينا عليها، ما اقدرش اعرفها عشان ما تجيش. انت شفتيه طيب؟ انا اقول ما قدرتيش. ما قدرتش. قال لي بلاش يا اختي عشان مش هتعرف، مش هتقدري تشوفيه. هو كان بلبسه صح؟ كان بلبسه. طبعا لما جت اخوات جوزها 5 ربنا يرحمهم ان شاء الله ربنا، جم اتخانقوا معاها. وزعوا معاه بالشارع وبتاع والكلام ده كله بسبب ايه بقى؟ الحكومه خدت عيله صغيره تستجوبها. يعني 10 دقايق وبنتك هترجع لي. الحكومه جت تفتش الشقه عندنا، طلعت تفتش شقتنا الحكومه. انا كنت قاعده تحت في الشارع مش قادره اطلع فوق، مني ما اعرف ابني فين. قالوا افتحوا لنا الشقه، طلعت افتحوا لنا الشقه وكده، وقاعده بيدوروا الحكومه وكده في الشقه، لقوا عيله صغيره بتقول لها انت تبع مين؟ قالت له انا ابن خالي يوسف. قالها تعالي، خدوها الحكومه ما اعرفش ليه، يسالوها يعني، وروها الصوره وكده، ما اعرفش صوره مين بصراحه اللي وراها لها، وخدوها.
فبقول لها تروحي شوفي بنتك عشان تكون ما جت معرفش في ايه، شوفي الدنيا هما اتضايقوا منك بسبب كده يعني. اه قال انتي هاتي يا اللي فيكي يا اللي كلام الفاظ بقى، انت سايبه بنتي الحكومه تاخدها. ما انت مالكيش دعوه بالقصه. انا الخبر بتاعتني، انا كنت ليا شاتره. عرفتي الخبر ازاي؟ بقول لك حسيت اخويا بيتصل بيقول لي ابنك لابس ايه؟ قلت له ابني مات. هما كلهم اخواتي ولاد عمي كلهم خبوا عليا ما قالوليش. عرفتي امتى؟ هما لما شتموها ده من باب الخمسه وبتاع والكلام ده عشان خاطر العيله الصغيره ايه؟ الحكومه خدت تجربه وترجع لهم. طبعا اخر بقى لقيت اختي بقى بتتعب كله بقى زعق معاه والكلام ده كله، قلت لهم اللي مرمي في الترعه ده هو يوسف. بس انا مش عايز اقول لحد. ده يوسف لبسه هيئته الكلام ده، حتى جبنا كاميرا من الشارع في نفس الشارع بتاع البيت. هو خارج الصبح، هو خارج الصبح نفس اللبس اللي هو نازل بيه من البيت، في الشورت الابيض والشورت البرموده والطقم الداخلي اللي هو الاحمر، هو يوسف اللي مرمي قدامي في الميه. قلت لهم يوسف هو اللي مرمي في الميه. شيلوا بقى انتوا شيلكوا وشوفوا هتعملوا ايه. انت البيت ده انا مخنوق منه. ده لما لقيت ان هم بيهاجموها. اه قلت لهم بقى خلاص بقى، ما انا مفيش كلام تاني. قلت لهم يوسف اللي مرمي في الميه ده، انت هتهاجموا البيت على ايه؟ بيت بلاش 3 دقايق وعملتوا شغلانه واللي ابنها ميت وبتعمل ايه دي بقى على جدموت؟ قلت لهم لا، رحت واخد اختي وماشي. رحت واخد شتمونا. جه بقى لما البنات زاطت وعم زعقت وبتاع، الراجل بيطردنا من هناك. يقولوا انتوا ده لحمنا واحنا حرين، يلا انتوا تقعدوا شغلنا. فانا واخد اختي واخد اخواتي والكلام ده، خدنا بعضنا واحنا ماشيين. تقول ايه على اللي حصل بعد ما اكتشفت ان هو المتهم وابن عمته بمساعده طبعا جوز اخته؟ انا بقول صح كده؟ انا من الوكيل وطالب الاعدام ليهم الثلاثه. طلب الاعدام ليهم الثلاثه، لو في عدل في بلدنا الثلاثه هيتعدموا ان شاء الله. في عدل طبعا طبعا، عشان لو دول ما اتعدموش، دول لو ما اتعدموش كل يوم هيبقى في الكلام ده. لازم الثلاثه يتعدموا. تتقلب بقى راي عام، تتقلب بتاع، لازم الثلاثه يتعدموا عشان يبقوا عبره لغيرهم. بس ده اللي انا بقدر اقوله، لازم الثلاثه يتعدموا. وحضرتك عايزه تقولي ايه؟ كلمه اخيره. اقول حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. مش هقول لك كده، وعايزه حق يوسف يرجع. حق يوسف اللي ملوش في اي حاجه. حق يوسف بتاع ربنا. بتاع يوسف، حق يوسف الصالح. اللي ملوش في البوظان ولا الصياعه ولا قله الادب. قول حسب الله ونعم الوكيل. شكرا. عايزه عيالي يفضلوا جنبي وبس. صاروا طالبين الثلاثه اعدام. عايزه اولادي التانيين الاتنين يفضلوا جنبي. كل واحد في حاله. مش عايزه اعيش مع الناس دي تاني. مش هقدر ابص في وشهم تاني. مش هقدر ابص في عين ابوهم تاني. مش هقدر احس هيبقى نقطه سودة. موت ابني ده هيبقى نقطه سودة طول حياتي لحد ما ماتي. شكرا شكرا، بقاء لله. ودي لو فكر لو في رجوع ليا تاني لبيت جوزها ده، يبقى تقفل العيلين اللي فاضلين او يسموها. الناس دي ما بتعشرش. بعد بس انا زي ما بقول لحضرتك، انا اطلب القضيه دي تبقى راي عام عشان طلب الثلاثه تعدني. شكرا. بالعدل بتاع بلدنا. شكرا. شكرا. هاتي صوره يوسف اخر مره. شكرا لحضراتكم، نقلنا ليكم تفاصيل مقتل الطفل يوسف وائل على يد زوج عمته وابن عمته بمساعدة شريك ثالث في الجريمة. كان معانا والدته وخاله، كشفوا لنا كواليس الواقعة كاملة. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل الجريمة أول بأول. شكرا لحضراتكم.